السلام عليكم. روي في كتاب طب الأئمة عليهم السلام عن محمد بن إسماعيل عن أبي زينب قال: شكا رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام وجع المثانة، قال: فقال له: عوذه بهذه الآيات إذا نمت ثلاثا وإذا انتبهت مرة واحدة فإنه لا تحس به بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ صدق الله العلي العظيم. قال الرجل: ففعلت ذلك فما أحسست بعد ذلك بوجع. روي في كتاب الكافي عن موسى بن القاسم قال: حدثني أبو زيد قال: أخبرني مولى لجعفر بن محمد عليه السلام قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده، ونحن عدة من موالي جعفر، فاستقبلنا جعفر عليه السلام في بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون؟ فقلنا: نريد فلانا نعوده. فقال لنا: قفوا. فوقفنا، فقال: ما أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور؟ فقلنا: ما معنا شيء من هذا. فقال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ روي في كتاب مستدرك الوسائل نقلاً عن منافع القرآن المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في منافع سورة الإنشراح: شرب مائها يفتت الحصاة ويفتح المثانة وينفع من البرودة. روي في كتاب صحيفة الإمام الرضا عليه السلام أنه ذكر اللحم والشحم عند النبي صلى الله عليه وآله فقال: ليس منهما بضعة تقع في المعدة إلا أنبتت مكانها شفاء وأخرجت من مكانها داء. روي في كتاب رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم عرض له مرض إلا حط الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها.